تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية، أقام مجمع السيف احتفالية متميزة بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه، وبحضور عدد من المدعوين ومجلس إدارة شركة عقارات السيف والإدارة التنفيذية بالشركة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدعم الكبير الذي يحظى به الاقتصاد الوطني من لدن جلالة الملك المفدى ومساعي جلالته الكريمة للنهوض بمنظومة اقتصادية متينة لأجيال الحاضر والمستقبل، مثمنا سمو توجيهات جلالته الكريمة بمنح أسر الأيتام والأرامل والمؤسسات الخيرية الملكية 30% من أسهم الشركة دعما من جلالته للعمل الخيري والإنساني. كما ثمن سموه دعم الحكومة الرشيدة بقيادة سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد وكل من ساهم في دعم وتطوير هذا الصرح الاقتصادي الهام. وتقدم سمو بخالص التهاني إلى شركة عقارات السيف بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، والتي تعتبر إضافة نوعية للاقتصاد البحريني، ورأينا ثمارها من خلال مشاريعها الإنمائية والخيرية والاجتماعية، مما يعكس صورة مشرقة للمؤسسات الوطنية في خدمة المملكة على أفضل وجه. وعبر سمو عن اعتزاز المؤسسة الخيرية الملكية بمساهماتها في هذه الشركة الوطنية، ممثلة بالدكتور مصطفى السيد نائبا لرئيس مجلس إدارة الشركة. وأشاد سمو بالتطور والنمو الذي تشهده الشركة باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والتجارية والاقتصادية لدى المواطنين والمقيمين والزوار. من جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة شركة عقارات السيف السيد عيسى محمد نجيبي بالشكر والتقدير لجلالة الملك المفدى لتوجيهات جلالته بتقديم نسبة 30% من أسهم شركة عقارات السيف للمؤسسة الخيرية الملكية، والتي بدورها منحتها للأسر المحتاجة والأيتام والأرامل. كما أشاد الدكتور مصطفى السيد نائب رئيس مجلس الإدارة بالرعاية الكريمة التي يحظى بها الاقتصاد البحريني من قبل القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، مثمنا الرعاية الكريمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومشاركته وحضوره الكريم في احتفال شركات عقارات السيف بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، موضحا بأن شركة عقارات السيف تفخر بمساهماتها في تنمية الاقتصاد والسياحة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى واجبها نحو المجتمع البحريني من خلال دعمها للأعمال الخيرية والإنسانية في مملكتنا الغالية. هذا وقد قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم عدد من الشخصيات ورئيس ومجلس إدارة شركة عقارات السيف بهذه المناسبة، كما تسلم سموه هدية تذكارية من الشركة.